يونيسكس هيلث الصحة reading task what do you think people can do to keep fit and healthy ماذا تعتقد الناس يستطيعون أن يفعلوا ليبقوا رشيقين وبصحة جيدة being fit and healthy أن تكون رشيقا وبصحة جيدة Do you know that you can look good and fit but have no energy هل بتعرف أنه أنت يمكن أن تبدو جيدا ورشيقا لكن ليس لديك طاقة You can be often in a fatigued state يمكن أن تكون حالة إرهاق even if you think you do enough for yourself حتى إذا كنت تعتقد بأنك تفعل شيء كافي لنفسك This unfortunately هذا لسوء الحظ كان disturb the quality of life هذا يمكن أن يزعج أو يلبك نوعية الحياة Many people believe that being fit الكثير من الناس تعتقد بأنه أن تكون رشيقا أو healthy أو بصحة جيدة is the same هو نفس الشيء In reality في الواقع they can be separate states هم يمكن أن يكونوا حالات منفصلة أو physical being من الحالة الفيزيائية normally people always try to make excuses بشكل اعتيادي الناس دائما تحاول أن تصنع الأعذار in order not to go to gyms لكي لا تذهب إلى الجيم or other fitness facilities ومرافق للرشاقة أخرى They therefore start feeling unfit هم يشعرون بأنهم غير رشيقين عن unhealthy وبصحة غير جيدة at some point في بعض النقاط simply because they resign themselves ببساطة لأنهم يقيلون أنفسهم to work إلى العمل out for hours في الخارج لمدة ساعات a day and eating nothing ولا يأكلون شيء but chicken فقط الدجاج and steamed broccoli والبروكلي المسلوق for every meal لكل وجبة the real key to lifelong fitness المفتاح الرئيسي لرشاقة دائمة is to become more active أن تكون نشيط أكثر go for a bike ride أن تذهب لركوب الدراجة take a scenic hike أن تذهب إلى المشي في المرتفعات set up a game أن تبدأ لعبة of patch for the whole family لكل العائلة to enjoy الاستمتاع the list is endless القائمة لا تنتهي health nutrition التغذية الصحية is also an essential part هي جزء أساسي to be healthy and لتكون صحية and to look fit as well ولتبدو رشيقا بشكل جيد. Vegetables are packed with important nutrients. الخضار يحزم مجموعة من العناصر الغذائية الجيدة that keep the body healthy والتي تجعل الجسد بصحة جيدة and their fiber content ومحتوياته الليفية also helps fill you up أيضا تساعدك على أن تكون يعني عندك إحساس بالشبع في تجعل لديك إحساس بالشبع however على كل حال eating good carbs تناول الكربوهيدرات الجيدة and fats والدهون with proteins مع البروتينات is necessary to sustain هي ضرورية للحفاظ على the body stable استقرار الجسد and efficient وجعله فعالا to be in great condition أن تكون بحالة عظيمة fit people need الناس الرشيقين بحاجة إلى well perform إنجاز جيد to لإنجاز وبشكل جيد to physical athletic activities نوعين من النشاطات القوى البدنية aerobic يلي هي endurance activity وهي نشاطات التحمل and anaerobic يلي هو power activity واللي هي نشاطات القوى طبعا الايروبيك هي الهوائية anaerobic اللاهوائية the aerobic activity نشاط الهوائي uses oxygen يستخدم الأكسجين you have الذي لدينا and it can be found in moderate exercises ويمكن إيجاده في التمارين المعتدلة such as running مثل الركض
سايكلينج، ركوب الدراجة، ووكين، المشي، سويمينج، السباحة. باي اكتيفيتينج ذا ايروبيك سيستم، بالقيام بنشاطات النظام الايروبيك، يو بيرن فات از يور برايمري فيول. عم بيقول انت بتحرق الدهون ك از يور برايمري فيول، كغذائك الاولي، which makes you wake up، والذي يجعلك تنهض full of energy، وانت مليء بالطاقه the next morning، باليوم التالي. ذا ان ايروبيك سيستم، والنظام اللا ايروبيك on the other hand، في الجهه المقابله، uses استخدم الجلوكين as an essential fuel، كوقود أساسي، which unfortunately، والذي لسوء الحظ كان cause the body to store fat، والذي يتسبب بادخار الجسد أو محافظة الجسد على الدهون، and feel depleting of energy، والذي يشعر باستنفاذ الطاقة، ما عاد عنده طاقة. Especially if you don't eat enough، خاصة إذا كنت لا تأكل بشكل كافي. You can find such an activity، يمكنك إيجاد مثل هذه النشاطات by doing power lifting، بالقيام برفع الأثقال القوية، playing tennis، لعب كرة المضرب، sprinting، الركض. Ultimately، أخيرا، if you enjoy fitness، إذا كنت تستمتع بالرشاقة، at the expense of health، على حساب الصحة، you will not enjoy your spectacular physique، أنت سوف لن تستمتع ببنية جسدية مذهلة long enough، بشكل كافي. Fitness and health should be a top priority today. الرشاقة والصحة ينبغي أن تكون بأول أولوياتك اليوم، أو بقمة أولوياتك اليوم. التاسك اللي عندي يا تاسك بي، تاسك بي read the text and decide whether the following statements are true or false. هون بدنا نقرأ النص وبدنا نقرر إذا كانت هاي الجمل صحيحة أم خاطئة، بس بدنا نحط يا إما if أو بدنا نحط تي. عندي when instead of visiting gyms، بدلا من زيارة النوادي الرياضية، people can do various activities، يمكن للناس أن تقوم بنشاطات متنوعة، to keep fit and healthy، لتكون رشيقة وبصحة جيدة. Two aerobic activities use glycogen as a primary fuel، تستخدم النشاطات الهوائية الكالكوجين كنشاط أو كوقود أساسي. فيول هون عندي اياه وقود اساسي. 3 according to the text، وفقا للنص، fitness and health are one state of physical being، الرشاقة والصحة هي حالة واحدة من الوجود، او من الكائن الانساني، او من الوجود المادي. For sprinting and power lifting are two examples of anaerobic activities، الركض وحمل الاثقال هما مثالين عن النشاطات اللاهوائية. بدي احكي شيء، انه فيكم تعملوا بشكل ثنائي، تحل انتو زميلك، تحضروا الفيديو وتحلوا التمارين حسب التعليمات اللي موجودة، حسب المطلوب. كتبتوا صح، برافو عليكم. كتبتوا خطأ، برافو عليكم. فيكم تروحوا لعند الاستاذ تشيكوا على اللي كتبتوه، وبتنتبهوا وتشاركوا وتكونوا كتير فعالين ضمن الصف، تشيك يعني تحقق من الحل اللي انت حليته. فبيكون كتير برافو عليكم يعني، وما حدا بيتعلم الا من خطأه، وانتبهوا على هاي الناحية، وما تزعلوا انه اذا اخطأتوا بالامتحان او بالمذاكرة، هاد المفروض انه ما يصير في خطأ، لانه مريت بكذا مرحلة. مرحلة اول شيء التحضير، وعم بتحل، ورحت على المدرسة تحققت، فصار عندك يعني مرجعية كويسة، وراجعت للمذاكرة او للامتحان، مشان هيك اكيد ما راح يصير في خطأ يعني، ان شاء الله يعني. فانه بيصير في شغل كويس ضمن الامتحان والمذاكرة. المهم انه نمشي مع هاي التعليمات او هاي التيبس. اوكي، Task C، match the underlined words with their definitions، صل الكلمات الموضوع تحتها خط بتعاريفها. عندي one the size and shape of a person's body، حجم وشكل جسد الشخص. Two being able to restore the original condition، أن يكون لديك القدرة على استعادة الحالة الأصلية. Three accept something unpleasant that can be changed.
قبول شيء ما مزعج لا يمكن تغييره. For very tired متعب جدا both physically and mentally جسديا وعقليا. Five buildings are used for a particular purpose or activity. مبان يتم استخدامها للأغراض أو النشاطات الخاصة. دي تاسك دي عم يقول answer these questions، أجب عن هذه الأسئلة. When why don't people visit sport facilities more often؟ لماذا الناس لا تزور المرافق الرياضية كثيرا؟ To how are carbs and fats useful to our bodies؟ كيف الكربوهيدرات والدهون مفيدة لأجسادنا؟ مفيدة لأجسادنا. 3. How are vegetables important؟ كيف الخضروات مهمة؟ 4. What fuel does an aerobic activity depend on؟ ما هو الوقود الذي تعتمد عليه النشاطات اللاهوائية؟ 5. What's the advantage of activating the aerobic system؟ ما هي فوائد القيام بنشاطات النظام الأيروبيك؟ 6. Why does the writer prefer health to fitness؟ لماذا الكاتب يفضل الصحة على الرشاقة؟ Can you think of other reasons؟ هل تستطيع أن تفكر بأسباب أخرى؟ طيب، هلا عندي الجرامر، عندي الكاونتبل والانكاونتبل ناون. طبعا الاسماء المعدوده وغير المعدوده موجودين عندي، حطيته بفيديو منفصل، بس الزياده عليهم انه بعض الاسماء هون رح تكون بتصير يعني كاونتبل وانكاونتبل، يعني ما في اي من الشكل، يعني اعتبرتوه معدوده او غير معدوده. مثلا عندك هير، شعر، بيبر، ورق، لايت، ضوء، نويز، ضجه، روم، غرفه، تايم، وقت، ورك، عمل، اكسبيرينس، تجربه، اتسترا، يعني الى اخره. مثال عندي ماكبث از ون اوف ذا شكسبيرز وركس. عم يقول ماكبث هو واحد من اعمال شكسبير. هون نحن استخدمنا ورك بالكاونتبل، يعني عملناها معدوده وحطينا لها اسم الجمع. بالمثال الثاني اي هاف نو ماني، ليس لدي نقود، اي نيد ورك، انا بحاجه لعمل. هون انا اعتبرت ورك انه هو انكاونتبل غير معدود، اوكي هيك ما حطيت له لا اسم الجمع ولا شيء. تمام، اذا يمكن ان يكون قابل للعد ويمكن يكون غير قابل للعد، يعني كل شيء له استثناءات. الاستثناء الثاني كمان انا بدي احكي فيه هو صم. صم نحن بنعرفها بتجي مع حالات الاثبات، لكن ممكن تجي مع النفي والسؤال لما نحن عم نعرض او عم نقترح او عم نطلب شيء ما. تمام، يعني يا اما عم نعرض شيء او عم نقترح او عم نطلب شيء ما، فايه ممكن صم انه بتجي احيانا مع هدول النيجاتيف، النفي والكويشن السؤال. اني نحن بنعرف انه هي بتجي مع النفي وبتجي مع السؤال، وصم بتجي مع الاثبات، لكن كل قاعده الى استثناءات. Task A: read the following sentences. اقرا الجمل التاليه and decide if the nouns in bold، وقرر اذا كانت الاسماء الغامق are countable or uncountable، هي معدودة أو غير معدودة. هدول الكلمات الموجودين بالغامق إذا شايفهم معدودين يعني معهم اس الجمع، فهم المعدودين بنحطهم بين قوسين، إذا لا بنقول uncountable ونحطهم بين قوسين، بس هيك يعني بنهاية الجملة. عندي when my father drinks two glasses of water every morning، أبي يشرب كأسين من الماء كل صباح. هلا في عندي ما دام مع اسم الجمع معناتها كومنتبل، بنحط لها كومنتبل. عندي تو ذا بريد ماي ماذر بريبيرز فور بريكفاست از فيري ديليشس، الخبز الذي تحضره امي للفطور شهي جدا. عندي بريد كومنتبل ولا ان كومنتبل ناون، غير معدود ولا معدود. 3. We need some glue to fix this broken vase، نحن بحاجة لبعض الصمغ لنثبت هذه المزهرية المكسورة. 4. I traveled to Thailand and it was a really great experience. سافرت إلى تايلاند وكانت حقا تجربة عظيمة. 5. I met some nice people، التقيت ببعض الناس الجيدين. When I was walking along the beach، بينما كنت أمشي على طول الشاطئ. 6. Some policemen are organizing road traffic to avoid any accidents، بعض الشرطة تنظم المرور لتجنب الحوادث. بدي احكي انه في عندي جمع قد يكون شاذ قد يكون نظامي، لما بحط له اس الجمع فهو نظامي وقد يكون شاذ. تمام، فانتبهوا انتوا على هاي الشغلة. بس كان في جمع معناتها عندي انا كونتبل، يعني قابل للعد، قابل اني عده. اوكي، Task B: choose the correct word in brackets، اختر الكلمة الصحيحة بين قوسين. Example عندي يا مثال: Sally isn't popular، سالي ليست محبوبة. She has few ولا little friends، هي لديها بضع أصدقاء
ولا القليل من الأصدقاء. طبعا أنتم بتكون تشوفوا أنه ليت اللي بتجي مع الأنكاونتبل ناون يعني أسماء غير معدودة، فيو بتجي مع الأسماء المعدودة. عندي when the weather has been very dry recently we've had a few ولا little rain. الطقس كان جاف مؤخرا، نحن لدينا القليل من المطر. انتبهوا رين هو اسم غير معدود، فشو بيجي معه فيو ولا little. هلا من شوي أنا شرحت، ارجعوا علي لو بس ترجعوا شوي الفيديو. Do you mind if I ask you، هل تمانع إذا سألتك a few ولا a little questions، القليل من الأسئلة. Three we talk so much ولا many photographs when we were on holiday، أخذنا كثير من الصور عندما كنا في العطلة. Four could I have some ولا any more salt please، هل أستطيع الحصول على بعض الملح من فضلك؟ 5. I don't think we will have some ولا any time to speak to you today. ليس لدينا الوقت أو أي وقت لنتكلم إليك اليوم. 6. Listen carefully. استمع بحذر. I'm going to give you. سوف أعطيك a little ولا a few advice. نصيحة advice. 7. Caroline needs. كارولين بحاجة much ولا few money to travel around the world. تريد الكثير من النقود لتسافر حول العالم. أعطيني هون ملاحظة عم بيقول لي إنه will نحن بتشير للتوقعات بالمستقبل. We will get fat. نحن سوف نصبح بصحة جيدة أو سمينين يعني سمان. If we eat too much candy، إذا أكلنا كثير كاندي، كاندي نوع من الحلويات. فعندي will، انتبهوا will هون نحن عم نعمل توقع. لقد يحدث وقد لا يحدث، لما بنكون كثير اكيدين من هذا التوقع نحن بنستخدم going to، بس will هون لا، انه هون نحن ما لنا اكيدين انه رح نصير سمان او لا. هلا عندي كان وكود وماي عم بيقول تشير الى الاذن او الطلب. تمام، لما انا بدي اطلب اذن حدا بشيء او بدي اطلب منه طلب فاقول له كان يو كود يو ماي يو. تمام، هلا عندي الاكزامبل عم يقول may I open the window، ممكن اني انا افتح النافذه، بس هون الطلب كثير كثير مهذب، كثير مهذب. have to indicates obligation or necessity، كمان have to هون عندي ضروره او التزام يعني يجب ان. الاكزامبل عندي يا ليا has to be at work by 7 o'clock، على ليا ان تكون بالعمل الساعه 7 تماما. ليش عندي has to؟ لانه اختها هي اللي have to، لكن have to بتجي مع بعض الضمائر، has to بتجي مع الضمائر الاخرى. task B and this express the following using modal verbs or their alternatives. هون بشكل ثنائي انت ورفيقك بدك تعبر عن المودل فيرب، بدك تختار مودل فيرب من هدول او البدائل. الفوكابيولاري اللي عندي اياه هون طبعا عندي ميديكال اند هيلث ايتمز، عندي تعابير ومصطلحات صحيه وطبيه. خلينا نشوف، عم بيقول check the meanings of the items in the box، تحقق من معاني المصطلحات في الصندوق below في الأسفل. then replace the words، ثم قم باستبدال الكلمات and phrases والعبارات in italics بالمائل in the sentences في الجمل with the suitable idiom بالمصطلح المناسب. هلا عندي alive and kicking، هلا إذا قلنا alive and kicking يعني على قيد الحياة ويركل. as fit as a fiddle هو مثل الكمان أو رشيق مثل الكمان. As pale as death شاحب كالموت. Black and blue أسود وأزرق. هلا أنا ترجمتهم ترجمة حرفية بس شو معناتهم؟ خلونا نشوف. هاي بالعامية، هني هدول بالعامية مش بالفصحى مش بالفورمال. طيب عندي one my aunt is 90 years old and she's very well and healthy. هلا عمتي بالتسعين وهي بصحة جيدة و بشكل جيد، هي جيدة جدا. أي شو يعني well and healthy؟ شو يعني well and healthy من اللي حكيناهم فوق؟ two my arm was bruised after falling down the stairs، تكدمت ذراعي بعدما سقطت من الدرج. three my grandfather is 70 years، جدي بالسبعين. But he's healthy and physically fit، لكنه رشيق بدنيا وصحيا. For the woman in the hospital waiting room، المرأة في غرفة الانتظار المشفى was extremely pale، كانت شاحبة تماما أو بشكل كبير أو لدرجة كبيرة.